نحو مدينة جدة لمتابعة الكلاسيكو المؤجل من المرحلة 17 بدوري روشن السعودي. الاتحاد الباحث عن العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته آخر مبارتين يستقبل النصر وصيف الدوري والساعي لمواصلة سلسلة نتائجه الجيدة. نقرأ أولا في دفاتر أصحاب الضيافة الاتحاد مع مدير رضوان. من ينظر إلى حال الاتحاد يعتقد أنه يمر بأزمة، من يدقق في صفحاته ويقرأ بين السطور تتغير النظرة. إليكم التفاصيل. حال الاتحاد في الدوري ليس بأفضل حال، بثمان انتصارات وأربعة تعادلات وخمس هزائم وضعته سادس الترتيب. نفصلها قليلا بنتائج الاتحاد أمام الكبار، وهنا نبدأ مع مباراة الهلال في الجولة الخامسة حين فرط بتقدمه ثم خسرها في النهاية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. أمام جاره الأهلي خسر بهدف في مباراة تسيد فيها كل شيء عدا النتيجة، التاريخ يذكر النتيجة. وأمام الشباب من لا يمر بأفضل أحواله خسر كذلك، وهنا نفتح صفحة نتائج آخر خمس مباريات للاتحاد. أولاً في جميع المسابقات نجد أن الاتحاد انتصر في مبارتين وخسر في ثلاث، وتلقت شباكه الكثير من الأهداف. في آخر خمس مباريات في الدوري خسر مرتين ومثلها انتصارات وتعادل أمام الاتفاق. من ينظر إلى حال الاتحاد سيقول مباشرة الغيابات مع اختلاف الأسباب، وأغلبها في خط الدفاع، على رأسهم لويز فيليبي، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد بمسعود، مضلل العليان، سويلم المنهالي، وعبد الرحمن العبود. الآن نقلب بين صفحات العميد ونقرأ بين السطور. الغائبون كثر، الحاضرون مؤثرون. جروهي، حمد الله، بنزيما، رومارينيو، كورنادو، فابينيو، كانتي، كلهم على أتم الجاهزية، سنتحدث عنهم لاحقا في الصدى بالتفصيل. بين السطور، في آخر خمس مواجهات أمام النصر الاتحاد لم يخسر بأربعة انتصارات وتعادل. عدنا أكثر إلى الوراء لآخر عشر مواجهات، الاتحاد لم يخسر بسبعة انتصارات وثلاثة تعادلات. الأرجنتيني قبل بداية كأس العالم للأندية بصريح العبارة قالها: كل ما حدث في الماضي لن يكون من المناسب بالنسبة لي أن أرهق نفسي بالنظر إليه، لأننا نتطلع إلى ما يمكن بناؤه، وقد بدأ البناء بالفعل منذ لحظة وصولي. دعونا نطمح إلى أقصى حد ممكن وبالتالي مواصلة البناء. عملية إعادة البناء في الاتحاد قائمة وتحتاج إلى وقت وفير. الوقت يمر بسرعة والضغط كبير، وبين السطور كذلك العميد لديه اللاعب رقم واحد، الجماهير الوفية الحاضرة في كل حين. والحين بعد أن عرفنا قائمة الغائبين والحاضرين بين نتائج الحاضر والتاريخ القريب، يبقى الكلاسيكو خارج المعايير، لا يخضع لمقياس التكهنات والصفحات وما بين السطور. مدير رضوان، صدى الملاعب. مباراة كبيرة لا شك، بغض النظر عن وضع الفريقين والغيابات. الاتحاد نعم. الآن خسران 3-3 آخر مباريتين، وضع صعب، مستوى الفني متذبذب، وفي بعض الأحيان مستواه ما يكون فيه ما يطمح له الجماهير الاتحادي. يعني الفريق، شو السبب أبو عوف؟ الأسباب كثيرة طبعا، تغيير المدرب له أحد الأسباب. المشاكل اللي بدأ فيها الاتحاد من أخذ وعطاء ما بين اللاعبين وما بين المدرب نونو كانت مهمة جدا، خصوصا موضوع عبد الرحمن العبود ومشاكل عبد الرحمن العبود. ونشوف اليوم أيضا المدرب جاردو شال العبود وعطاه فرصة، يعني كل الضجة اللي صارت على العبود اليوم المدرب الجديد يقول لك أنا ما أبغي، وممكن يروح. بالإضافة إلى الإصابات اللي ضربت للفريق، وإصابات كبيرة جدا ومهمة وفي مراكز مهمة جدا غيابات كثيرة كانت. بالإضافة إلى عدم ظهور بعض اللاعبين بشكل مثل مين؟ مثل بنزيما،
حتى لو كان هو هداف الفريق. بنزيما لو تلاحظ ما بهذاك المستوى اللي كان يطمح لجمهور مش متروفيتش مش رونالدو يعني كثير من اللعيبه يعني تاليسكا له تاثير على النصر اكثر من بنزيما. لذلك يعني هذه النجوم الوحيد اللي ممكن يستثنى هو رومارينيو اللي يعني مستوى ثابت مع فريق الاتحادي. كابتن محسن، اللي احنا خلال التقرير اللي سواه مدين شفنا انه التاريخ للاتحاد وليس للنصر. صحيح يا ابو كرم، الاتحاد دائما في ارضه يكون فريق صعب، بس خليني ابو كرم اعرج على موضوع الاتحاد. الاتحاد يعني اتوقع 60% من مشاكله ابو كرم انه ما عمل معسكر اعدادي ممتاز، والدليل انه الاصابات اللاعبين اكثر من 13 لاعب مصاب بين اصابه عضليه واربطه، هذه كلها من الاعداد السيء لبدايه الموسم. ما لعب مباريات كويسه، ما سوى احمال، ما سوى يعني اعداد ممتاز. بس على هالنقطه ابو عوف، يا ابو عوف دائما يختلف، بس يختلف معك. لا بس كيف يعني كيف محسن الفريق مشارك في البطوله العربيه؟ ابو عوف انت تعرف، لما انا ما اتكلم على البطوله العربيه، اتكلم على الاعداد، اعداد اللاعبين بدايه الموسم. انت كنت لاعب ابو عوف، تعرف انه بدايه الموسم دائما شهر ونص يكون خارج معسكرات خارجيه تعمل فيها احمال باللاعبين، ما يشوفوا الكوره، تمارين تقويه عضلات، كيف الاصابات جت اللاعبين هذه؟ وفي بعض اللاعبين تتكرر عليهم اصابات مرتين. الاصابات بالرباط يعني الصليبي ما له دخل في الاعداد. لا ما يخالف، هو قضاء وقدر ونتمنى لهم الشفاء، لكن في اوقات لما تكون عضلات الفخذ، ويمكن الاخصائيين عارفين عضلات الفخذ لما تكون قويه من الاعداد الممتاز ما تجيك اصابات سهله زي كذا. لما اللاعب ينزل شراحيلي، بمسعود قبلهم حجازي، لكن بمسعود رباط يا محسن الاصابات يعني بمسعود رباط، مسعود رباط هو شراحيلي كلهم، ايوه كله رباط، ما له دعوه في ما له دعوه في الاعداد يا ابو عوف. لما العضلات الفخذ تكون كبيره تشيل الرباط، ما راح تجي اصابات سهله، بس ما سوى اعداد يعني. خلينا ندخل بالجزئيه، كمل محسن على موضوع الاتحاد. اي الاتحاد ابو كرم يعني شوف، النصر لما يروح للاتحاد في جده وخاصه خلينا نحكي على الاتحاد، لانه النصر حنحكي عليه، فقط على الاتحاد. طيب الاتحاد ابو كرم في ملعبه فريق قوي جدا، خصوصا مع جمهوره وبين ارضه يحسون، خاصه مع الفرق الكبيره يلعبون بشكل ممتاز. واحنا شفنا الاتحاد الموسم الماضي كانوا يتميزون عن كل الفرق بسرعات ونقل الكره، بس مع الهلال خسر. لين اوقات ابو كرم في ترى اللاعبين مش مكاين في مباريات، ما يكونون في الفورمه يعني. يمكن تجي على النصر، على الشباب، على الاهلي يكونون ممتازين، لكن مع الهلال ما كان يومهم ممكن. ودائما ابو كرم الفرق اللي تضغط الاتحاد في ملعبه تسبب مشاكل عنده. الهلال يسوي ذا الطريقه الحين حاليا. طيب. الهلال قاعد يضغط على الفرق، سواها مع النصر، سواها مع الاتحاد. طيب هلا حكينا على الاتحاد، بعده راح نحكي على النصر اللي حيواجه الاتحاد في دوري روشن السعودي. وبنزيما ورونالدو.